السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في قناة متحف الحمولي الفنية التعليمية. وهناخد النهاردة درس جديد لمادة التخطيط، برضو الجزء النظري الخاص بدراسة الجدوى اللي احنا قلنا في الفيديو اللي فات، هنحاول نكمل النهاردة إن شاء الله. طبعا احنا كنا المرة اللي فاتت آخر حاجة وقفنا عندها اللي هي ما مدى صعوبة إعداد دراسة الجدوى. النهاردة هنيجي نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا في دراسة الجدوى اللي هي أسس تنفيذ دراسة الجدوى. يعني دراسة الجدوى دي أقسامها إيه؟ رقم واحد دراسة تسويقية، وأظن من الاسم يعني هي الدراسة الخاصة بالسوق، كل ما يتعلق بالسوق ده رقم واحد. رقم اتنين دراسة فنية. يعني إيه دراسة فنية؟ يعني الآلات، المعدات، مثلا كل ما يحتاجه المشروع عشان ينتج. طب رقم ثلاثة دراسة التكاليف. يعني ايه دراسة التكاليف؟ يعني المواد او مثلا الموارد المادية، سواء بقى داخلة او خارجة، الجوانب المالية بمعنى اصح. طب رقم اربعة الارباح التجارية. يبقى احنا عندنا اربع حاجات اللي هي ايه تاني نقولهم؟ رقم واحد دراسة تسويقية، رقم اتنين دراسة فنية، رقم ثلاثة دراسة التكاليف، رقم اربعة اللي هي اسمها ايه؟ الارباح التجارية او الربحية التجارية. طيب جميل، تعال ناخدهم واحدة واحدة. يعني ايه الدراسة التسويقية؟ قبل ما اتكلم عن الدراسة التسويقية عايز اسألكم سؤال. تسمعوا عن حاجة اسمها مندوب؟ بتاع شركات مثلا زي شركات ادوية، شركات اي منتجات من المنتجات بيبقى عندهم مندوبين. يعني هقول لحضرتك حاجة، في سنة من السنين وانا طالب في الجامعة، انا طبعا كنت كلية فنون جميلة جامعة اسكندرية، جينا في سنة من السنين لقينا عربية لبان دخلت الكلية. احنا عندنا الكلية كانت كذا قسم طبعا، فكل قسم ليه مكان، يعني مش كلية على بعضها، أقسام محطات مختلفة. فكل قسم فيه عربية كبيرة بتوزع لبان بكمية مرعبة على الطلبة، لدرجة الناس خافت. في ناس كانت بتاخده وترميه، مع إنهم معاهم تصريح ومعاهم ما يثبت إن الموضوع آمن يعني وكده. وكنا مستغربين جدا لأن المنتج أصلا ما كانش حد يسمع عنه. فكلنا بقينا مستغربين. ولكن لما دقنا اللبان لقيناها تحفة. الكلام ده ببلاش؟ ببلاش. طيب اللبان ده اللي انا بتكلم عنه كلوريتس، اللي هو النهارده ما شاء الله يعني لما بتيجي تقولي اللبان بتقولي كلوريتس. طب هما كانوا بيعملوا كده ليه؟ هما ده قمة الذكاء. هتقولي ده خسروا. او مال، ما انت عشان تقدر توصل للمستهلك بتضحي في الاول شوية. هو نزل وبدأ يوزع ويشوف ويجي مرة كمان، ايه رأيكم؟ عجبكم؟ طب المنتج كويس؟ طب سعره كويس؟ طب كده؟ طب ايه النتيجة في النهاية؟ ان هو دلوقتي بقى منتج رقم واحد. يعني افهم من كده ان الدراسة التسويقية هو احتكاك مباشر بالسوق، بمعنى ان انا بنزل ناس بتدرس لي السوق. السوق ده حجمه قد ايه؟ طبيعة الناس ايه؟ مثلا الناس دي بتشتري قد ايه؟ بتشتري حجم المنتج ده قد ايه؟ طيب الناس هنا مستواهم المادي والاقتصادي عامل ازاي؟ طب السوق نفسه فيه مجال للمنافسة ولا مفيش؟ كل الكلام ده لازم بيتم، وبيتم على ارض الواقع، بمعنى ان ما ينفعش من خلال ورق، لا، لازم مندوبين بينزلوا ويشوفوا. تلاقي ساعات شركات بتنزل جبنة مثلا، يروح منزل مندوبين في محلات سوبر ماركت، يجيب أنسة يوقفها معاها حتت جبنه صغيره كده كل واحده فيها خله، شوف حضرتك المنتج ده وبتاع. طيب انت بتدوق المنتج عجبك بتشتري، مش كده؟ وممكن يكون مضحي في السعر جدا في الاول. ده كل ده ليه؟ عشان يقدر يلم بالسوق، عشان يبقى عارف حجم السوق، عارف هو هيوزع فين، عارف هو هينتج قد ايه، مواصفات المنتج. يعني اللي بيحدد لي مواصفات المنتج السوق اللي انا هوزع فيه. يعني معنى اصح زي ما اكون مثلا بعمل لنفسي قنوات تسويقيه، يعني اماكن هسوق فيها، وببقى عارف انا هسوق امتى وهسوق ازاي. ده كله من خلال احتكاكي بالايه؟ بالسوق. طيب في حاجه اسمها توصيف سوق السلع اللي انت هتنتجها. من كلمه توصيف يعني انت بتدي مواصفات معينه، والمواصفات دي انت بتتحكم فيها بناء عن المنافسين ليك. انا هنزل علبه جبنه، اشوف الاول المنافسين بتوعي هيبقوا ايه، العلبه بتاعتهم قد ايه،
سعرها ايه، مواصفاتها ايه، عشان اقدر في النهايه انزل منتج يتحط جنب المنتج التاني نفسه. مش هنزل منتج ما يتباعش، ما هو لو المنتج ده ما يتباعش انا كده هخسر. يبقى انا عشان يبقى في حته المنافسه، وممكن في يوم من الايام المنافسه دي تقلب الاحتكار. يعني ممكن في يوم من الايام انا رقم واحد. ده هيجي ازاي؟ عن طريق الاحتكاك المباشر بالسوق، وان عن طريق ان انا بدي توصيف للسلعه بتاعتي انها تبقى مناسبه، و يعني تبقى مش مناسبه كمان، ده تبقى منافسه للمنتجات الاخرى. يعني انا ممكن ساعات ادخل سوبر ماركت الاقي منتج اسم غريب، بس شكله حلو، طب سعره حلو، طب اخده اجربه لقيته حلو، يبقى كده لا خلاص بقى ده المنتج ده بتاعي، خلاص بعد كده مش هجيب غيره. هي بتيجي كده. يعني عشان تقدر توصل انك انت تبقى ليك اسم وتقدر تكسب، لازم تكون يعني زي ما بنقول كده ايه، منافس قوي او منافس شرس. طيب دايما بيبقى في حاجه اسمها نقطه البيع الاولى. انا هبتدي منين وهبتدي امتى؟ يعني انا خلاص جهزت المنتج بتاعي، هبيعه فين في الاول؟ ما هو المنتج مش اول ما حصلناه هصدره بره، لا ده انا ببتدي الاول في سوق اقليمي، ثم اكبر ثم اكبر، لحد ما ممكن اوصل في النهايه ان المنتج بتاعي يوصل للايه، للتصدير. طيب اثناء الدراسه بتاعتي والاحتكاك بالسوق، انت لازم بتتكلم مع المستهلكين، تعرف طبيعتهم ايه، وتعرف يعني هقول لك حاجه، المنتجات كمان وانت بتصنعها لازم تبقى عارف. مثلا في بلاد فيها الستات اكتر من الرجاله، في بلاد لا ممكن تلاقي العكس، في ناس ممكن تلاقي كميه الاطفال عندهم كتيره، في ناس ممكن تلاقي لا الناس الكبيره اكتر. وبناء عليه انت بتحدد جنس الشخص او المستهلك، هل هو راجل او ست، كبير او صغير، بتدي كده. يعني انت مش هتعمل بحث اجتماعي، ولكن انت من احتكاكك بالسوق ممكن اقعد مع التاجر ده اساله، ممكن مع ده اساله، ممكن اقعد في المحل ده شويه، في السوبر ماركت ده شويه، في المتجر ده شويه، هتقدر تلم الكلام ده كله، وفي النهايه بتقدر تعرف. وبعدين كمان بتقدر تعرف برضو هل الناس دي متوسطه الدخل، ولا الناس دي كويسين مرتاحين ماديا، ولا الناس دي غلابه، وبناء عليهم بعمل لهم المنتج ايه يكون متناسب مع وضعهم المادي. بدات نقطه البيع بتاعتك، خلاص استمرت الانطلاقه للتسويق، يبقى كده انت ايه، تمام، مفيش اي مشكله، بتكمل. طيب في حاجه اسمها دراسه الطلب على السلعه اللي بينتجها المشروع. انت لازم تبقى عارف هم منتجك مطلوب ولا لا، طب مطلوب قد ايه، يعني انت محتاج ايه، ومحتاجه هل هو مواسم ولا مش مواسم. يعني عايز اسالك سؤال، مثلا الشنط بتاعه المدارس مواسم مش كده، اللبس بتاع المدارس مواسم، في حاجات مثلا يميش رمضان مواسم. لازم كل الكلام ده تبقى انت عارفه، عارف ان المنتج بتاعك ده هل هو موسمي ولا منتج هيتوزع طول السنه، عشان تقدر تبقى عارف انت حجم انتاجك هيبقى ماشي ازاي، وهتنتج بمواصفات ايه. طيب التسعير، انا بسعر السلعه ازاي؟ قال لك فكره انك تسعر السلعه بيعتمد على انت اولا بتحدد السلعه دي اتكلفت قد ايه. يعني انت انتجت منتج، المنتج ده اتكلف قد ايه، ودي سهل قوي انك تحسبها. بحسبها ازاي؟ انا المنتج بتاعي ده كان خط انتاجه 3 شهور، كويس. طيب في الثلاث شهور دول انا صرفت قد ايه؟ صرفت 1,000,000 جنيه. طب في الثلاث شهور دولت انا انتجت كام قطعه؟ انتجت مثلا 100,000 قطعه، يبقى القطعه مكلفاني كام؟ 10 جنيه. هي كده انا صرفت كام والكميه كام، هتقسم اللي صرفته على الكميه اللي انت انتجتها، كده انت عرفت السلعه بتاعتك اتكلفت عليك كام. وخد بالك انا بحسب كل الفلوس اللي اتصرفت، يعني انا بحسب التدفقات النقديه اللي خرجت. طيب جميل جدا، عايز بقى انا اعرف انا هربح ازاي. فقال لك هو هي معادله بسيطه جدا، انك بتضرب في 25%، 25%، بمعنى ان كل جنيه يكسب ربع جنيه. طب لما يبقى منتج بتاعي مثلا متكلف 3 جنيه يبقى يكسب 75 قرش، طب منتج 4 جنيه يبقى يكسب جنيه، يعني الربع ده الايه، الربح المنطقي واللي يعتبر مناسب في معظم المنتجات. يعني حاجه تكلفت 100 جنيه
هيبقى هتكسب الربع يبقى 125، ده اللي انا هبيع بيه. جميل جدا. بس في ناس بتبقى اذكى من كده، تعمل ايه؟ يقول لك طب ما هو كل الناس بتكسب 25%، طب لا يا عم انا هكسب 20% بس، بس عشان ابيع اكتر. لا ده انا هكسب 15% بس. وده كده بيبقى فيه يعني ايه شكل من اشكال المنافسه الاقوى، ان ممكن انت ممكن تدخل تلاقي حاجه سعرها تحس انه اقل من المنطق. ده بيبقى بسبب ايه؟ ده بيبقى تضحيه من صاحب الايه؟ المنتج نفسه. هو اللي بيضحي، بيضحي يعني ايه؟ يعني هو بيقلل من ارباحه هو في نظير انه يبيع اكتر. طب لما يبيع اكتر هيكسب اكتر. يعني انا انتجت 1000 حته او 1000 قطعه، هكسب المفروض المنطقي اني هكسب في القطعه مثلا، لنفترض مثلا حاجه لبس مثلا جواكت، كسبت 1000 عملت 1000 قطعه، القطعه كلفتني مثلا 200 جنيه. المفروض ان انا ابيعها ب 250 جنيه. جيت قلت لا انا هبيعها ب 230 جنيه. 225 جنيه. طب المنافسين بيبيعوها ب 250، يبقى اكيد انا اللي هبيع اكتر. لما تبيع اكتر هتعمل 1000 قطعه تانيين وتبيعهم برضه و30 وتبيع. يعني دايما اللي بيبيع اقل بيبيع اكتر. ده مثلا ايه؟ ده فكره انك انت الارباح، الارباح منطقيا 25%. ولكن انت بقى المتحكم ان انت ممكن ايه؟ تقلل. اه في ناس كمان بيزودوا عن 25%، بس دي بقى بترجع لمساله ايه؟ الضمير او كده. طيب في حاجه اسمها التنبؤ بالمبيعات. يعني ايه التنبؤ بالمبيعات؟ انا من شويه قلت لك في شهر رمضان ممكن الطماطم تزيد، فانا تنبأت ان الطماطم هتزيد، رحت عامل ايه؟ عامل مصنع صلصه. ده ممكن، شيء وارد جدا، وممكن في بالطريقه دي انا اعمل منتج وابيعه واكسب فيه جدا. يعني هديك مثال، في ايام زي دلوقتي احنا اكيد ما بنستوردش من الصين حاجه، هتيجي في شهر رمضان مفيش فوانيس، يروح جاي واحد بقى يفكر يقول لك طب ما انا اعمل انا الفانوس ده، ايه المشكله؟ افتح مصنع بسرعه كده واعمل قوالب واصبه واعمل واعمل مصنع فوانيس. ده اسمه ايه؟ تنبؤ. ان انا تنبأت ان مفيش فوانيس في رمضان هتبقى متوفره في السوق، زائد ان طالما مش مفيش يبقى الاسعار هتبقى زياده، زائد ان في تجار بيبقى مخزن عنده هيبيعوا اغلى، وبالتالي انا كده تنبأت، فانا هلحق نفسي واصنع وابتدي ايه؟ ابيع. وده برضو اسمه ايه؟ تنبؤ. طيب جميل جدا. بأول دراسة قلنا اسمها الدراسة التسويقية. طب تاني دراسة اسمها الدراسة الفنية. اسمها ايه؟ الدراسة الفنية. والدراسة الفنية دي انا بعتبرها من اهم عناصر المشروع، او من اهم عناصر دراسة الجدوى. ليه؟ لان الدراسة الفنية بتشمل جميع الجوانب، من اول ما ببتدي اصنع لحد ما بيخرج منتج. احنا قلنا الدراسة التسويقية دي ممكن تبقى قبل التنفيذ، انما اللي انا بتكلم فيه بقى انت بتنفذ دلوقتي، بتصنع. انت حضرتك دلوقتي بتصنع الجاكيت، او بتصنع الجبنه، او بتصنع الصلصه، او بتصنع الزيت، ايا كان المنتج بتاعك. دراسه فنيه يعني بتشمل عدد، مكن، معدات، عماله، كل الكلام ده بتبقى جزء من الدراسه الايه؟ الفنيه. بما فيها بقى نواحي ماديه والمصروفات اللي انت بتصرفها من عند نقطه البدايه لحد نقطة النهاية، دي اسمها دراسة فنية. اسمها دراسة ايه؟ فنية بكل مشتملاتها. من ضمن الجوانب المهمة في الدراسة الفنية رقم واحد تحديد حجم المشروع. تحديد حجم المشروع. يعني ايه تحديد حجم المشروع؟ انت عملت مصنع ايه؟ ملابس؟ اه. بتنتج كام قطعة؟ انا بنتج 1000، في غير بينتج 10000، في غير بينتج 100000. فانت بتحدد حجم انتاجك ايه؟ وحد حجم انتاجك ده اللي بيتحكم فيه اكتر من حاجة. حجم المشروع، عدد العمالة، رأس المال. كل الحاجات دي هي اللي بتقدر تقول لك انت هتنتج قد ايه. طيب بعد كده بتبتدي تحدد حاجة اسمها طرق الانتاج. يعني ايه طرق الانتاج؟ يعني التكنولوجيا اللي انت هتستخدمها ايه؟ ما هو في مصنع ملابس بيستخدم مكن عادي جدا، وفي مصنع تاني لا، المقصات نفسها الكترونية، اللي مش عارف المكن بيعمل ايه، السرفلة، العراوي، الكلام ده كله. يبقى كل ما بنعنى بالتكنولوجيا كل ما بيكون الايه؟ اسهل لك وافضل لك واحسن لك، بتطلع منتج جودته عالية. برضو ده اللي بيحدده ايه؟ امكانياتك وقدرتك الايه؟ المادية. يبقى انت اول حاجة بتختار التكنولوجيا المناسبة لانتاجك ولقدرتك الايه؟ المالية.
رقم اتنين وسائل المواصلات لازم تكون متوفرة. ما انت راجل بتصنع يبقى لازم هتوصل المنتج للتجار، يعني انت صنعت يبقى عندك عربيات توصل لك الايه المنتج بتاعك. بعد كده بتحدد حاجة اسمها الآلات والمعدات، يعني انت عندك مكن، ما هو مش كله مكن ضخم وكده، بس ممكن في عدد، بس مش كل المصانع بتبقى المصانع بتعتمد على مكن كبير، وفي مصانع ممكن تبقى الشغل يدوي، فبرضه العدد والامان والمعدات لازم تكون متوفره عندك، لانك ما ينفعش وانت شغال معده حصل لها حاجه ولازم قطع الغيار تكون متوفره عندك. معده حصل لها مشكله يقف المصنع كله بسبب المعده دي، ولا بسرعه نقدر نعالج المشكله؟ فلازم تكون العدد والادوات بتاعتك تكون متوفره طول الايه؟ طول الوقت. طيب في حاجه اسمها التخطيط الداخلي للمشروع. المشروع بتاعي لازم يبقى متنظم كويس، لما في مصانع كده تخشها تحس ان هي ايه الترتيب وايه النظام ده، كل ما بيبقى في ترتيب ونظام اكتر كل ده ما بيكون في صالح العمليه الانتاجيه. يعني مثلا مصنع ملابس، هنا قص، هنا مش عارف تقفيل، هنا عراوي، هنا تركيب زراير، هنا ما ينفعش كله بساح على بعضه، لان ده هيضيع وقت او هيهدر وقت. انما لما بتبقى العمليه منظمه بيبقى الموضوع واخد شكل ايه احسن، وبيبقى الموضوع بيبقى بشكل جميل، وتحس كمان ان المشروع بتاعك كبير. يعني دايما زي ما كنا بندرس قبل كده في السنين قبل كده كنا بنقول ان في حاجه اسمها في ماده الامن حاجه اسمها النظافه والترتيب، ان حاجه مهمه جدا في اي ورشه او في اي مصنع. طيب تحديد كميه الانتاج المطلوبه مهم جدا، كل ده خد بالك في اول بند اللي احنا قلنا عليه اسمه ايه، تحديد حجم الايه المشروع، كميه الانتاج المطلوبه مني بناء على عقود التوريد اللي انا ماضيها، او اذا كنت انا هوزع على تجار مباشره. بس خد بالك انا ما بصنعش برضه لما بكون مدي علم للتجار، وخاصه في البدايه، يعني اي مصنع جديد في بدايته لازم يبقى مظبط مع تجار، انا هصنع لكم كذا وهدي لكم عروض كويسه وهعمل لكم بونص كويس، بحيث ان في النهايه ما صنعش الحاجه وتترمي. لازم وخاصه في كمان الحاجات اللي لها علاقه بالاكل والشرب لازم تبقى مرتب عشان تبقى عارف هتوزع ازاي وهتبيع ازاي. بعد كده بتحدد حاجة اسمها، يبقى احنا قلنا اول حاجة اسمها تحديد حجم المشروع، رقم اتنين تحديد الكميات الانتاجية المطلوبة، تالت حاجة بقى اسمها تحديد العمالة المطلوبة. احنا عندنا العمالة بنقسمهم اكتر من نوع، في حاجة اسمها عامل عادي، وده عبارة عن ايه، انا دايما بقول عليه طاقة بشرية، آلة بيبقى دوره يشيل يكسر يحط يناول، يعني مش ما عندوش مهارة معينة او فنيات معينة قد ما هو عنده صحة كويسة، ده اول نوع. تاني حاجه اسمها عامل فني، عامل فني ده يعني راجل صنايعي، الراجل ده بيشتغل في الحداد، الراجل ده بيشتغل في النجاره، ده بيشتغل في الدهانات، ده بيخيط، ده بيقص، ده صنايعي اسمه نوع عامل فني. طيب في حاجه اسمها عامل فني ماهر، يعني عامل فني ماهر، لا ده راجل صنايعي معلم، ده راجل بيقص 100 100، ده راجل مفيش حاجه تقف معاه، انت واخد بالك، ده اسمه عامل فني ايه ماهر. بس في اعلى من الماهر بقى، حاجه بنسميها عامل فني ذو مهارات خاصه او ذو قدرات خاصه، ده اللي هو ايه بقى، اللي بيعمل حاجه ما حدش غيره يعملها. يعني مثلا انت ممكن تلاقي حته ترابيزه بس تقف قدامها ما تعرفش تبص غير عليها، بسبب ايه، انها معموله مثلا عباره عن كتله نحت. لا ده بقى مش ناجر نجار اللي عاملها، ده راجل فنان بقى، الموضوع بقى ايه حاجه صعبه جدا، مش اي حد يقدر يعملها، مش اي نجار شاطر يعرف يعملها. تمام. طيب في حاجه كمان اسمها، وخد بالك برضو ان من ضمن العامل العادي ممكن يبقى عامل حراسه او امن او كده او نظافه او كده. طيب في كمان حاجه اسمها المهندسين والمشرفين والمصممين، ده شكل من اشكال العماله اللي ممكن تبقى برضو انت بتحتاجها في المشروع بتاعك. رابع حاجه بقى بتتكلم فيها او بترتبها اللي هي تحديد وسائل النقل. ما انت حددت مع حجم المشروع وحددت الكميه المطلوبه وحددت العماله اللي انت عايزها، بعد كده بتحدد ايه وسائلنا هتنقل ازاي. الازاز لما بيتنقل ما بيتنقلش زي الادراج بتاعت الحاجه الساقعه، ولا زي المجمدات، ولا زي مثلا الكراتين بتاعت شيبسي والكلام ده، لا كل حاجه بيبقى لها وسيله للايه، لان انت هتصنع ايه، هتحتاج له مواصلات شكلها ايه، ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بناخد بالنا منها. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها اللي هي خامس حاجه اسمها تحديد الفاقد في الانتاج. تحديد الفاقد في الانتاج، هو في فاقد؟ طبعا شيء وارد جدا. يعني مثلا عربيه بتاعت حاجه ساعه اتقلبت في طريق، ده مش فاقد؟ اكيد فاقد.
اثناء واحنا بنشتغل حصل مشكله في المصنع وفي حاجات باظت، هو ده مش فاقد؟ اكيد فاقد. مثلا اي حاجه حصلت وخسرت فيها ماديا، ده مش اسمه فاقد؟ اه فاقد. طب سؤال اكيد كله بيساله لبعضه، لما بيحصل حاجه زي كده الشركه بتعمل ايه؟ ولا حاجه. الشركه اصلا مدفعاك ثمن الحاجه دي من قبل ما تحصل، يعني بيبقى في جزء او بند من ضمن السعر بتاع الحاجه، مش انت الحاجه دي بتشتريها ب 10 قروش، من ضمن ال 10 قروش دي ان هم عاملين حسابهم لو حاجه ايه؟ فقدت او حاجه باظت. منتجات الالبان ممكن حاجه باظت هيتعمل بيها ايه؟ هتترمي. طيب يبقى اذا دايما في جانب بيبقى من ضمن دراسه الجدوى اسمه تحديد الايه؟ الفاقد. ممكن يبقى فاقد ده نتيجه سوء تخزين، سوء نقل، ممكن يكون سوء تسويق، فالمهم انه باظ، حاجه باظت. يبقى ايه النتيجه؟ ان انا برضو مش عايز اخسر، فببقى عامل حسابي في الحته دي. طيب بعد كده في حاجه اسمها تحديد التكاليف الكليه للمشروع، التكاليف الكليه للمشروع. يعني ايه تكاليف كليه للمشروع؟ تعال نشوف يعني ايه تكاليف كليه للمشروع. رقم واحد تكاليف تاسيسيه. رقم اثنين تكاليف راس ماليه. رقم ثلاثه تكاليف تشغيليه. طب تعال ناخدهم واحده واحده. تكاليف تاسيسيه طبعا اي حد هيتخيل تاسيس يعني المباني وهبني واعمل، لا. التكاليف التاسيسيه دي حاجه بتسبق المشروع، مصروفات بتتصرف وماهيش راجعه. رسوم قانونيه، دمغات مش عارف ايه، دفعت مش عارف في مجلس المدينه ايه، عملت اعلانات مش عارف كذا، عملت عينات ووزعتها مجانيه، دي كلها اسمها ايه؟ تكاليف تاسيسيه. يعني ايه تاسيسيه؟ يعني انت بتاسس مشروع، بتاسس اسم، بتبني مشروع، فانت عشان تبني بتدفع. ترش فلوس هنا وبتعمل هنا وتخلي هنا عشان في النهايه هتلم كل الفلوس دي. ده رقم واحد. طب رقم اتنين قلنا تكاليف راس ماليه. يعني ايه راس ماليه؟ فلوس؟ اه فلوس، بس مش فلوس بس. امال ايه؟ المبنى ده مش بفلوس؟ يعني مش ممكن ابيعه؟ اه ممكن ابيعه. المكن والعدد مش ممكن يتباع؟ اه ممكن يتباع. طب قطع الاساس ممكن يتباع؟ اه ممكن يتباع. يبقى ده كله اسمه ايه؟ طب الماده الخام اللي موجوده عندي؟ اه كل دي اسمها تكاليف مالها؟ راس ماليه. يعني ايه؟ سواء كانت فلوس سايله او سواء كانت اي حاجه عينيه ممكن تتباع، دي اسمها تكاليف راس ماليه. تكاليف ايه؟ راس ماليه. التكاليف اللي بعد كده اسمها التكاليف التشغيليه. والتكاليف التشغيليه دي يعني بيقولوا يعني ايه تكاليف تشغيليه؟ مش انا قلت في نقطه بدايه ونقطه نهايه؟ دي كده اسمها تكاليف تشغيليه، اللي هو تشغيل المشروع من بدايته لنهايته في مصروفات بتتصرف. طيب المصروفات دي بنقسمها نوعين، حاجه اسمها تكاليف ثابته وحاجة اسمها تكاليف متغيرة. في تكاليف ثابتة وتكاليف ايه؟ متغيرة. أنا مأجر مبنى أو مأجر أرض، دي اسمها تكاليف ايه؟ ثابتة، لأن أنا بدفع كل شهر مبلغ معين. طيب في رواتب معينة ثابتة، في مثلا صيانة ثابتة. طيب أمال المتغيرة اللي ممكن أدفع المرة دي حاجة والشهر اللي فات حاجة، زي ايه مثلا؟ المادة الخام ممكن تتغير، امبارح انا جبت طن القماش بكذا، النهارده جبته بسعر تاني. في بعض الاجور، بعض الاجور ممكن تتغير، وخاصة بعض العمالة. العمالة الفنية بالذات، ممكن امبارح بياخد اجر، النهارده يطلب اجر تاني. تفواتير الطاقة، كهرباء وبنزين وسولار والكلام ده، برضه متغيرة. فواتير المية، الغاز، الحاجات دي كلها، فواتير مالها؟ متغيرة أو أسعار إيه؟ متغيرة. يبقى اذا انا في عندي حاجات ثوابت بتدفع كل شهر زي الشهر اللي قبله وزي الشهر اللي بعده، وفي حاجات ممكن تكون ايه؟ متغيره. بعد كده رقم ستة بخش على حاجه اسمها انشاء المشروع. حاجه اسمها ايه؟ انشاء المشروع. قبل ما بنشئ المشروع بعمل تصميم هندسي، طبعا مش انا اللي بعمله، بخلي حد مختص وبمواصفات معينه وبتقسيمات معينه، بحيث ان في النهايه اكون عارف كويس مشروعي هيتنفذ ازاي والمشروع بتاعي خلاص هجهزه. بعد كده ببتدي نعمل حاجه اسمها طرح عطاءات. انا يا جماعه عملت المشروع بتاعي وهنفذ كذا، وببتدي ادي عطاءات وفرصه لاي حد عايز يتعامل معايا، بحيث ان انا ابتدي بدايه قويه، ان انا هبتدي وانا معايا شغل، بدل ما ابتدي اصنع وما يبقاش لسه هدور على طريقه للتسويق، لا انا كده معايا ايه؟ سوق كويس، يعني ما فيش اي مشكله. بعد كده بحدد موقع المشروع. طبعا المشروع ما ينفعش مش اي مشروع يتنفذ في اي حته، لا، في مشاريع بتحتاج اماكن بمواصفات معينه. يعني مثلا انا ينفع اعمل مصنع بتاع مثلا
ايس كريم اروح اعمله في حته حر قوي، ممكن الايس كريم يبوظ. طب ينفع اعمل مصنع بتاع مثلا حاجات اكل في حته بعيده قوي؟ لا، لازم بختار دايما الموقع يكون مناسب، وموقع المشروع لازم يبقى ليه مواصفات معينه، يعني لازم يكون متوفر له طرق مواصلات كويسه، لازم يكون متوفر له بنيه تحتيه كويسه، عشان نقدر نقول ايه ان المكان ده مناسب ان انا انفذ فيه المشروع بتاعي. فزي ما بقول لك دايما لما بتيجي تختار المكان بتاع المشروع في اولويات كمان، يعني انا مثلا ممكن عندي متاح قدامي اكتر من مكان، كل مكان ليه سعر، دايما انا اختار السعر اللي يبقى مناسب ليا، لان ده بيعتبر برضو من العناصر الراسماليه بتاعتي، ان الارض دي يعني تعتبر راس مال، فلازم دايما انا احاول اكون موفر في راس المال، وبرضو مش على حساب ان المشروع بتاعي يفشل او كده. هوقف مع حضراتكم لحد كده، المره الجايه نبقى نكمل دراسه التكاليف للمشروع، ويا رب تكونوا فهمتوا الدرس، وان شاء الله نتقابل في فيديو قادم على خير. ما تنساش تفعل زر الجرس والاشتراك في القناه، وسيب لي كومنت او تعليق عشان اعرف ان انت فهمت. شكرا لحضراتكم.